نحن بنستعملها بالمعنى السلبي لإلها، انه كانه شيء صغير لازم انه عشو شايفه هالقد كبير. صح. انما قصه المثل هي العكس تمام، هي قصه كثير ايجابيه. كمان بيكون في رجل دين ووعد الله انه يبني له معبد، فكانوا بالقريه كثير فقراء وبس منتجين يعني فلاحين من الارض، بيطلعوا شويه حبوب شويه زيت، ف عم بيستحس اذا بدك سكان القريه اذا فيهم يتبرعوا بشو عندهم من حبوب. فبيقوم حدا انه مش مقتنع بهالشغله كلها، وبتعرفي دائما بيكون في ناس هيك نكدين بدهم دائما ينزعوا الشغله، فبيقول له هلا انت رح تعمل يعني من الحبوب تبعنا انه رح تبني القبه يعني. عم بيستهزئ كانه. صحيح. فاخر شيء انبنى المعبد وطلع كثير حلو، وكله من الحبوب يلي جمعون وباعون من انتاج المزارعين والفلاحين. فاخر شيء زبطت معه لرجل الدين، وقدر بطريقه كثير ايجابيه يعمل من الحبه قبه. حلو.